والله حاس مارينا ماتش لالي نورمالمون هذيك هي اللي تولي نعرفوها. أبارامون كان يلعبوا كيما مستنسين في سوسة نتصور ماتش مربوح إن شاء الله. إن شاء الله كان حب ربي ويعوضونا على اللي فات كله وينسيونا في الماتش ورد اللي فات ويجيبونا الربح اليوم. الجمهور إن شاء الله في الموعد وإن شاء الله زينة. صفر صفر يلزمنا نبعدوا على التعادلات هكا ولا هكا وسيرتو تعادل إيجابي. وما ثماش مبرر باش انه ما نفوزوش بالمقابله لان سمعت اللي الظروف كل كانت ملائمه وانه الرئيس اعطى كل ما يلزم يتعطى والجهاز الفني حضر كل ما يلزم يتحضر. دونك ما ثماش مبرر باش انه ما نفوزوش بالمقابله وهي مرحله للبقيه وان شاء الله ننساو بها بعض العثرات اللي صارت في القديم. ماذا بينا يكون كالتورنينغ اوفر شوفوا ونسمعوا مثلا بملاعبي اخرين جدد نعطيهم فرصه لان 14 ملاعبي ولا 15 ملاعبي شويه ذولي واحد باش ينجم يجري معناها بطوله وان شاء الله كاس عربي. والله النجم الرياضي الساحلي له تاريخ من عام 1925 الى اليوم وهو الفريق الوحيد اللي يرفع الرايه نتاع تونس في جميع المحافل الافريقيه والعربيه ودائما النجم الرياضي الساحلي وفي جوهره الساحل سوسه وفريق من فريق القاب وتتويج والتاريخ تاريخ الماتش اليوم يوم نقول لهم اولا الساعه مرحبا بالاشقاء المغاربه في جوهره الساحل سوسه وثانيا النجم الرياضي الساحلي والفريق المغربي وهو صداقه نتاع تاريخ. ان شاء الله تعدى اليوم مباراه ممتازه كما العاده كما عودتنا النجم الرياضي الساحلي. عندنا عامين ما فرحناش الحقيقه نتاع ربي من تروح الشامبيونان نتاع الاسبيرونس فهمني. ان شاء الله بقدره الاله اليوم يفرحونا نورونا الاولاد احنا في جرتهم فهمني. يزينا من نكسات يزينا نحبوا نفرحوا. ان شاء الله اليوم كلمه للجمهور ان شاء الله اللي يحضروا بعداد غفيره وان شاء الله يا ربي بقدره الاله مربوحه بقدره الاله. والله ان شاء الله نعملوا اللي علينا. قال الترشح نتاعنا ان شاء الله ضد الوداد المغربي اللي هو معناتها فريق عريق كيفنا احنا ان شاء الله نتعداو الدور اللي بعده فهمتني وفرحوا جماهيرنا. صحيح هي بارتي صعيبه مش سهله اما ان شاء الله اللي علينا نعملوا يكونوا مع الجوارات قليب فهمتني وان شاء الله نكونوا اليوم صوت واحد في استاد سوسه فهمت. ان شاء الله نعاونوا جواراتنا بالكدا ويكونوا في المستوى ان شاء الله. مربوحة ما تخمم حتى في شيء مربوحة مربوحة. والله بارتي اليوم ان شاء الله الجوارات يكونوا في المستوى واحنا طالعين للاستاد وان شاء الله ندزوا معاهم الماكسيموم. ان شاء الله يشرفون. الجمهور ان شاء الله يشجع على 90 دقيقة للاخر خاطر 0-0 راهي بياج. معناها نجموا كيما ماركيو في الدقيقة الأولى كيما ماركيو في الدقيقة 90. فهمت وفما برونونغاسيون وبينالتيات وكل شيء. واحنا مع الاتوال الاخر العمر. ان شاء الله مربوحه.